لو قلنا لا طيف انت ما ابو عمر 31 12 في ايمان فين ورا معك بنت موضع متى طلعت من السجن؟ صار لي اسبوع صار لك اسبوع هني قصوا لك رجلك هيك اسمك بكور هون بعد ما متى حدثت من شهر موضع الصورة بعد ما الصورة نيمونا في الأرض لقيت هون بشوف 16 وفي أي مكان؟ هون بابا عمرو إيش هو؟ ولا في السجن؟ فيك تكشف عن رجلك؟ فيك تكشف عن رجلك؟ فرجي الإجر الثاني للي ما فيه شيء شو سرقوا منه؟ لا لله ولا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله هاي الإجر الثاني سرقوا وريد هاي بنج موضعي قال تفرش له من القصة عملت هيك قصوه ماشي بعد ما قصوه ضربوني إبر ظهري وبنج مدري شو نمت فقلت لقيت هي طيب كان في ضرورة لقصة؟ الطلقات من هون تحت هيك يعني كانت تتعالج بدون قص؟ في دكتور قال أنا بظبطها اختفى ما عاد سمعت صوته بأي مشفى هاي؟ مشفى العسكري بحمص مشفى العسكري بحمص وما عاد القتل فقت بالعناية المشددة عم باكل قتل هاي كلها من القتل المشفى العسكري بحمص كنت في مشفى عسكر مجندين شرطة عسكرية يا شباب وكانت تكمل علاجي بشكل كويس؟ قصوا لي اياها وصاروا يدعوسوا عليها كمان وانقتلوا ثلاثة قدام كيلو علي بدهم يشربوا مي اسمه رامز رامز محمد واحد عم يقول مشان الله مي طمشين احنا بالزيت مشان الله مي مشان الله مي قال له افتح تمك لشربك عمل هيك شف له الدم لا حول ولا قوة هذا واحد من ثلاثة اللي توفوا الله اكبر لا حول ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل ما عدا الكهرباء وما كهرباء من عسكري لماذا فتحوا يعني ايش فتحوا هاي مش عارف فهمت علي انت هاي بنج موضعي شوف شلون من قصة بعد ما قصوا نيموني ومش عمر وقت اللي فقت لقيت هاي مش عارف شو عمل انا قالوا لجماعة في عرق هذا شغل الله احتياطي حقه مصاري هذا لقسطرة لقلب لشغل يعني فينا نقول سرقة اعضاء من جسم بني ادم شو بده ينحط له هون ماشي في مجال ينحط هون ما في مجال بعدين هاي القطبة هيك الشيء قلت اخ جاني 50 بكس ممنوع الاخ هدول القطب انا شلتهم انا ورفقاتي بالحبس شفرة وقصاصة احنا شلنا مشان ما يشيلوهم هيك نمشي على السيارة الحمد لله على السلامة الحمد لله على سلامتك